أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الفرنسية توتال إنرجيز باتريك بويان إنه لم يتم التوصل بعد إلى حل فيما يتعلق بالاتفاق المتوقف بين العراق والشركة بشأن مشروع للطاقة بقيمة تتجاوز 27 مليار دولار. وقال بويان إن الحكومة الحالية في العراق تصر على حصولها على حصة 40% من المشروع، وهو ما يعد نقطة خلاف رئيسة. وصرح بويان بأن توتال إنرجيز تحتاج إلى أن تؤكد حكومة السودان موافقتها على العقد الموقع في أيلول 2021 قبل إتمام الاتفاق على الاستثمار في 4 مشروعات للنفط والغاز في البصرة على مدى 25 عاماً بمبلغ أولي قدره 10 مليارات دولار. حذر خبراء اقتصاديون من قيمة العجز المالي المثبت في قانون الموازنة العامة، مؤكدين أن العجز الحالي الذي وضع 63 تريليون دينار يعد الأكبر في تاريخ العراق. وقال الخبراء إن الموازنة الحالية ستضيف أعباء جديدة على الاقتصاد العراقي في المدة المقبلة، مشيرين إلى أن الموازنة ستكون مرهونة بأسعار النفط العالمية. وأضاف الخبراء أن الموازنة الحالية لا يعول عليها وستكون كسابقاتها بعدم ترك أثر إيجابي على الاقتصاد العراقي، وأن الإيرادات غير النفطية المقدرة في الموازنة مبالغ فيها كثيرا، ولاسيما أن الموازنة الحالية تتحدث عن 17 تريليون دينار كإيرادات غير نفطية. أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق عن ضبط 30 شاحنة مخالفة في المنطقة الشمالية. وذكرت الهيئة أن كوادر مديرية جمرك المنطقة الشمالية ضبطت شاحنات مخالفة تحمل مواد أولية للأصباغ والسيراميك وحجر المرمر، إلى جانب أجهزة كهربائية ومواد غذائية وأدوية وغيرها بخلاف القانون. صرحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر أنها ستتحالف مع مجموعة موانئ أبوظبي لتنفيذ عدة مشروعات في الموانئ التابعة للمنطقة. وذكرت المنطقة أن مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ستنفذ مشروعات في موانئ شرقي وغربي مدن بورسعيد والعريش والسخنة لبناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض، إضافة إلى إنشاء 6 صوامع لتخزين وتداول الإسمنت الأسود على مساحة 6000 متر مربع داخل ميناء العريش. ارتفع معدل التضخم في بريطانيا للمرة الأولى منذ 4 أشهر خلال شهر شباط الماضي، وقفز مؤشر أسعار المستهلك إلى 10.4% على مدار 12 شهراً حتى شباط، مقارنة ب 10.1% في الشهر السابق، حيث استمرت أسعار الطاقة المرتفعة في الضغط على ميزانيات العائلات. يشار إلى أن بنك إنجلترا وافق على 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة منذ كانون أول عام 2021، ما أوصل سعر الفائدة الرئيس إلى 4%. الآن هذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي دائما وأبدا، ظلوا في رعاية الله.